عايز اقول لكم برضو ان الدكتور احمد ابو عبله اللي كان طبيب الفريق الاول في النادي الاهلي انضم لنادي فيوتشر واصبح رئيس الجهاز الطبي في نادي فيوتشر. دكتور احمد ابو عبله اصبح رئيس الجهاز الطبي في نادي فيوتشر. طيب الاتحاد السكندري بيتعاقد مع احمد الشيخ، فاكرين احمد الشيخ لاعب المقصه ولاعب الاهلي ولاعب المصري السابق؟ الاتحاد السكندري النهارده اعلن عن التعاقد مع احمد الشيخ. في اتنين احمد الشيخ، خلي بالكوا عشان ما تتلخبطوش، احمد الشيخ اللي كان في المحله السنه اللي فاتت وده راح طلع الجيش، وفي احمد الشيخ اللي هو قبل كده كان في الاهلي وفي المصري وفي المقصه وكان الفتره فات محترف اعتقد في التشيك، في احد انديه الدرجه الثانيه في التشيك، ورجع بقى ووقع في نادي الاتحاد السكندري. الاتحاد السكندري بيتعاقد مع احمد الشيخ. عندي بقى زملائي في الاعداد والاخراج، اهو ده احمد الشيخ طبعا كلنا عارفينه وصورته مع الحاج محمد مصلح رئيس النادي وكابتن طارق عاشي المدير الفني لنادي الاتحاد السكندري. احمد الشيخ برضو من اللعيبه المميزه جدا جدا. ان شاء الله تكون خطوه كويسه لاحمد الشيخ باذن الله.